لو الحكاية فيها إن فيتو. تعالي لولو. اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ قايد الخايفين اللي هي أول قوات بتهاجمتها اللاجئة. ما كناش فيها. استنى في عدد الناس. الناس هنا في بيوت دمرت. هنا بعيد عن الشروق. بصي احنا كاني بوقف كده من او كاني اكتب عليا طبعا المساحه دي مساحه الشارع دي. و